مصر تمثل العراق المصغر بالتنوع بالثقافة وفي كل شيء. جينا موصل كي نعمل سوية على بناء ما دمره الإرهاب، لكن نحتاج نظرة واقعية لمعالجة آثار الإرهاب على صعيد البنى التحتية وانعكاسها على بناء المجتمع. احنا نبني مو حتى قاعد الناس ببيوتها فقط، حتى نوفر ظروف اجتماعية الإنسان يعيش ظروف طبيعية حتى يقوم بواجبه على أفضل ما يمكن. هذه الحكومة حكومة أفعال وليس أقوال، وجئنا لكي نبني في الموصل وفي عموم العراق. بدأنا بتشكيل اللجنة العليا لإعمار مدينة الموصل. الموصل مدينة ثقافة، مدينة دينية لكل الأطياف، لكل الديانات، من التلاقي الثقافي، قوة العراق بالتنوع. أخوان نحتاج حقيقة إلى البناء، ونحتاج المدينة أن تكون فيها نهضة عمرانية في الموصل حتى ننطي رد اعتبار لما تعرض المدينة من ظروف قاسية، نحتاج إلى الطرق إلى المدارس، ونحتاج المستشفيات والجامعات، التعليم مهم. ومن هنا نوجه كل وزارات المؤسسات بعملية دعم اللجنة العليا لإعمار مدينة الموصل. نجاحها في الموصل سوف ينعكس على نجاح في محافظات أخرى.